علي رئيسة مصلحة المحافظة على البيئة بجامعة أكادير. هذه الصبيحة جات تخليد الذكرى 46 المسيرة الخضراء. حنا كمصلحة البيئة ارتئينا أننا نقوم بواحد الصبيحة بيئية اللي كانت ابتدأناها بواحد برفع العلم واحد المسيرة على أنغام نشيد المسيرة الخضراء. ومن بعد كاينين ورشات على مستوى الشاطئ تحسيسية لفائدة الشباب وبمشاركة واحد النسيج جمعوي ديال المدينة. بالنسبة لحملة النظافة فحنا كان في المعتاد أن المدن كتقوم بنظافة على مستوى الرمال، وهذا العمل اللي كتقوم به جامعة أكادير دائما بشكل يومي ومكثف. حنا استهدفنا المحيط بشراكة مع وكالة الوطنية للموانئ وجمعية محبي البحر اللي هما مجموعة تاع الغطاسة اللي كيقوموا بجمع النفايات على مستوى المحيط، ومن بعد ما كيقوموا بجمع هاد النفايات كنجمعوهم على مستوى الشاطئ وكنعرفوا الناس بالأضرار تاع النفايات اللي كتكون على مستوى المدينة. وبالنسبة لأكادير فهو المصير الأخير ديالها هو الشاطئ أكادير، يعني النفايات اللي كتكون في المحيط ماشي بالضرورة على مستوى الشاطئ ولكن من جميع أنحاء مدينة أكادير اللي كتجي في الأخير على مستوى الشاطئ. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.